ني عارف كم اللي يقول لك الناس يا ودي لم الاصحاب ويجيب ويلموا الناس ما عندهمش يعني العقود الامتياز ما عندهمش معني شحال فرح كرا الارض يا ودي ماشي مشكل تاعنا هنا حنا المشكل تاعنا نلموا المشكل تاعنا نجمعوا المشكل تاعنا تكون عندنا مردوديه احسن مردوديه نعمروا المخازن تاع الويسي حنايا الاراده تاعنا باش نقصوا من هذا التصدير تاع الحبوب تاع الحبوب البقول الجافه راه فيه تنظيم راه فيه رؤيه راه فيه برنامج يروح من 2005 حتى 2025 2030 2035 لمينا اكثر من 50 خبير على مستوى البنادر جابوا لنا ملف بالتدقيق على كل سياسه تطوير القطاع الفلاحي الى افاقي 2035 حنا نخمو البعيد معاكم مش واحد كنا باستشاره مع الجماعه تاعنا تاع اليو ان بي تاع لا شامب داغريكولتور تاع لي زاسوسياسيون ومن بعد تسمع امرك ما هذا واش تحبوا دير قال نحبسوا يا خويا سامحوني هو اللي يحبس تصرفات كيما هذه ما نعاودوش نشوفوها ابدا نعاود نكرركم السنه هذه تاع الموسم هذا الحرث والبذر ليجي يطلب بذور يطلب الأسمدة يطلب كذا وفروا له الاحتياجات نتاعه vous avez deux documents le minimum carte d'identité nationale قالوا انت يا وين راهي المستثمرة تاعك سمعت باللي كاين الناس راهم يدوموند لي فوتو ساتيليت بار جوجل مع تاع سي سالس اسكو هذه حاجه نورمال هذه تقول فلاح اللي عنده مساحه تاع 3 4 ولا 5 هكتارات قال جيب لي لا فوتو ساتيليت تاعك تاع 4 5 هكتار باش نعطي لك لي سومونس ولا نعطي لك لي كيعيطوا لهم هذو لي زون هذا نورمال مازلنا في العقليه نتاعنا عندها 10 زون 15 زون 20 طون مازال بورتو الله يبارك انا زوج في الناس اللي عندهم خبره وزافون دي جون اكسبيريمونتي يعرفوا الميدان والناس تاع الميدان ويعرفوا وعندنا شبان راهم بالاقل عندهم مسؤوليه كبيره بالنسبه هذه وراهم عندهم نتائج ايجابيه شفنا انا كي نهضر هكذا ما رانيش خليت دو كوتي كامل الجهود اللي بذلتوها كاين فيه امور سي دي ديتاي بصح سي دي ديتاي كي باز انا باش نكونوا يعني باش نكونوا في صف واحد وتكون عقليه واحد انا هذا هو الهدف تاعي كيما تخمو نتوما لازم نخمو حنا وكيما نخمو حنا تخمو نتوما لو في صف واحد تاع التوحيد دي زوبجيكتيف باينين اهداف باينه قلتوش كل واحد دي يسمح العباره يدير رايو شوف سي ان ترافاي كوليكتيف سي ان ترافاي اونيك uniforme, univoque. الناس كامل تخدم بنفس الطريقة وبنفس الصفة وفي كل ولايات الوطن. إياكم واحد يخرج من الصف. هلا نتكلم هذا. هذه قضية مصيرية للبلاد. كل يوم راكم تشوفوا واش صاري على برا. الجزائر المحيط نتاعها حنا نو سوم لي سول الحمد لله وين كل الهيئات الاقتصادية أو السياسية العالمية تقول الجزائر هي في ارتياح ارتياح هذا بالنسبة للناس اللي عملت ما ننكرش أمر هذا كان فيه عمل كان فيه تطور كان فيه إرادة هذاك لو بري لو بتي غران دو سابل هذاك ينجم يحبس لا ماشين هذاك الله يرحم والديكم خلونا مع ذاك لو غران دو سابل اللي تحبس كامل الآلة اللي راهي في الأمر هذا نخدمه في سبيل يعني المصلحة العامة.